سأذكر هنا ولعلي أقدمه، إن بعض الرجال على لسانه الطلاق، وهذا يا أخوان تسمحوا لي أسميه من نقص التدين ومن نقص كمال الرجولة، أن يكون الإنسان دائما يهدد بالطلاق ويعلق أفعالها: إن خرجت من بيتك فأنت طالق، إن صعدت فأنت طالق، إن زارتك أختك فأنت طالق، وإن جاتك خالتك نورة ولا حصة ولا موضي ولا غيره فأنت طالق، وإن سبحان الله. فصارت حواجز الحياة، صار حياة بعض النساء حقول ألغام، ما تتحرك في أي حقل أي خطوة فأنت طالق وفأنت طالق، أي رجولة. ولذلك بعض النساء مكسورة القلب قبل أن تكسر بالطلاق. كسر المرأة ليس دائما، وهذه يجب أن نؤمن بها، كسر المرأة ليس في طلاقها فقط، أحيانا يكون كسر المرأة بكسر قلبها. فبعض النساء توجد في بيوت بعضنا وهن على عصمته مكسورة القلب. أعطيك بعض الأمثلة: الصمت الزوجي في البيت، أليس بعض الأزواج تشتكي الزوجات منهم أنه على الصامت، وبعضهم إذا زاد قليلا كان كأنه على الهزاز، لا يرد إلا بجمل قصيرة، نعم لا يمكن غالبا، كأنه يسجل استبانة، يسجل له جواب على استبانات فلا يرد عليها قط، وإنما دائما يتكلم بالرموز. وبعضهم أيضا عنده طلاق كسر قلبها قبل أن يطلقها، طلاق عاطفي، وذلك أنه ينام في فراش ليس فراش الزوجية، هو ينام في الدور الأول وهي في الثاني، هي في الثالث وهو في الثاني. ابتعاد البدن عن البدن يبعد القلب عن القلب، وهذا طلاق آخر. بعضهم لا يكلمها، بل بينهم الرسل، ما الرسول هذا الزوج يرسل الطفلة الصغيرة وهي ترسل ابنها الكبير، حتى وهم في بيت واحد لا يحدث هذا ذاك. بل قال لي أحدهم: أنا وزوجتي من فضل الله متفاهمين، ما أسمع منها ألف ولا باء، إنما بيني وبينها الواتساب. ما شاء الله، هذا زواج مع وقف التنفيذ، هذا طلاق، هذا طلاق. وإن الطلاق هذا هشم وتهشيم وكسر لقلبها، ما بقي إلا أن يطلقها بلسانه، فقد طلقها بقلبه. ولذلك احذر أيها الزوج من طلاق قبل الطلاق، وهو بداية طلاق المرأة، يوم أن تبعد المرأة عن قلبه، فتبعد عن الحديث ويبعد عن